أما هلا سلم ننتقل لمادتنا التالية. يعد مرضى الكلى من أكثر الأشخاص تأثرا بنمط غذائهم، فحالتهم بتسوء أو بتتحسن حسب نظام غذائهم وشرابهم. لذلك اليوم ضمن فقرتنا الطبية رح نتعرف على الضوابط الصحية لمرضى الكلى برمضان مع الدكتورة نور مانسترلي، اختصاصية تغذية علاجية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور سلمى. صباح الخير نور، وهيك رمضان كريم من جديد. ما بقي كثير. يسعد صباحك. صباح يعني النور. كل حلقه دكتوره نور عم نحاول نعطي نصائح ل خليني اقول فئه من الاشخاص ممكن اللي معهم امراض معينه او اللي نمط غذائهم بحاجه لضبط خلال شهر رمضان. كل الاشخاص اللي عندهم مشاكل معينه بالكلى، وبنعرف في كثير مشاكل بتصيب الكليه وبتختلف بين شخص وشخص، بيكون ايضا هيك حصه معينه برمضان. خلينا نبلش ونحكي عن ابرز المشاكل الصحيه اللي بتصيب الصائم برمضان وبيكون عنده اساسا مشاكل بالكليه. هلا مثل ما بنعرف انه الكليه هي كعضو هي جدا مهم بجسم الانسان، لانه تعتبر مصفايه الجسم، يعني كل شيء سموم بتصب بالكليه، والكليه بتفلتر هي السموم وبتفصلها وبتطرحها عن طريق البول. فالكليه عضو كثير مهم بقصه التصفيه الجسم من السموم. كيف نحن بنصفي جسمنا من السموم؟ لما بنشرب مي اكثر. كل ما شربنا مي اكثر كل ما التريت هالسموم وطلعت من الجسم وانطرحت من الجسم. لما نحن عم ننحرم فتره كثير طويله من شرب المي، فاكيد بدها تظهر اثار جانبيه لنقص شرب المي، مثل الرمل، مثل البحصه. هلا اهم انواع البحصه اللي ممكن تكون عم تطلع عم يعني اكثر انتشار بين الناس هي الكالسيوم اوكسالات، اللي ممكن نتيجه قله المي تظهر بكميه كثير كبيره. ممكن اول شيء تظهر بوجع بالخواصر، بلف لاسفل الظهر، وجع بالمثانه، ممكن يصير في عنا حرقه بالبول، ممكن يصير عنا لما بنمشي مثلا اسفل الخاص بصير في الم بهي المنطقه. اول العوارض هيك بتبلش، بعدين لما بتشد وبيشد الوجع ممكن تودي لانه ننتقل للمشفى. وبعرف كثير ناس يعني عم يصير معاهم هن بالاساس عندهم رمل وما بيواتيهم انهم يصوموا لاسباب صحيه، فوصلوا لمرحله واصروا هن انه يخالفوا نصائح الاطباء وانتقلوا للمشفى. فالمي ابرز المشاكل اللي بتصير نتيجه قله المي هي الرمل والبحصه اللي بتؤدي لاذى الكليه. هي أكثر شيء شائع، غير أنه ممكن يصير عنا عطش شديد، تسرع دقات قلب، ممكن يصير عنا خربطة بفلترة هالسموم، فبصير عنا تعب شديد، تحسي على حالك عندك خمول، مالك حيل تعملي شيء. ممكن بالحالات المتقدمة جدا يظهر نقط دم بالبول، كمان هي بقى معناتها وصلنا لمرحلة سيئة. هلا بالنسبة للنظام الغذائي اللي ممكن يتبعوه الأشخاص اللي بيعانوا من مرض الكلية خلال شهر رمضان، أهم شغلة إنه بدهم يقللوا نسبة ثلاث أشياء مهمة، اللي هن البوتاسيوم والفوسفور، ولازم يقللوا من الصوديوم. مثل ما بنقول دائما انه احذروا شر الابيضين. دائما السكر والملح هن سبب لك ثلاث ارباع الامراض اللي موجوده بحياتنا. حتى الاشخاص اللي بتظهر عندهم عوارض كلويه هن اذا بننتبه ممكن تكون خلفيتهم عندهم مرض سكر او امراض ضغط، فبيظهر عند هدول الناس اسرع امراض الكليه. حتى لما بترتفع نسبه السكريات عند مريض السكر ممكن يصير عنده مشاكل فورا، وبيظهر بتحليل البول بيظهر عنده كميه كثير كبيره من الالتهابات المجاري البوليه، وبيصير عندنا كميه كبيره من الكريات البيض، وبيصير في رمل. فالملح والسكر طبعا هدول شغلتين اساسيه بيسببوا مرض الكليه. بدنا نبعد عن البوتاسيوم الموجود بالاسماك، موجود بالدواجن، باللحمه. اكيد ما بنحرم حالنا لانه نحن بحاجه لهي الكميه من البروتين، بس نخفف، يعني ناكل سمك، دجاج اكثر من اللحمه. اللحمه ممكن تمرق مره ان كنا عم نحكي على نظام غذائي متوازن. اما اذا بدنا نحكي عن البوتاسيوم بدنا نحاول قدر الامكان نبعد عن الموز، عن البطاطا، عن البندوره وعن الافوكا، لانه بيحتوي على بوتاسيوم كثير عالي. اما الصوديوم بدنا نبعد عن الشوربات، المخللات، كل شيء معلبات وفيهم مواد حافظه، الشيبس، في كل شيء بيحتوي على املاح كثير عاليه بدنا نبعد عنه. لما نحن
نحقق هالثلاث شروط بعد عن هدول الأطعمة اللي بترفع لنا أو بتزيد المشاكل عند الأشخاص اللي عندهم أمراض كلوية، أكيد نحن ما بنعالج، خلص مرض الكلية لما بيصير ما عاد يتعالج، نحن بنخفف الآثار الجانبية يلي ممكن تطرأ على الجسم خلال فترة الصيام. طيب دكتورة خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة، يعني قلتي نقطة ذكرتيها إنه في كتير من مرضى الكلى بيخالفوا الطبيب وبيصوم، وممكن أخطاء شائعة بيقوموا فيها خلال النظام الغذائي. قلنا قلة شرب السوائل، خلينا نحكي عن أهمية شرب السوائل، لأنه نحن عم نصوم لساعات طويلة ونوعا ما يعني بالإضافة للمي بعض السوائل الأخرى مثل الشاي والقهوة بتعوض مرضى الكلى عن السوائل. هلا مثلا كثير بيجوني مراجعين بيقولوا انه نحن عم نعوض، يعني نحن ما عم نقدر نشرب ماء صافيه بعد الافطار، عم ناخذ قهوه وشاي عم نعوضها بالمشروبات الساخنه. اكيد كل شيء بيحتوي على ماده الكافيين هي بتسحب الشوارد من المي، فنحن ما عاد بقى بنستفاد منها، فلازم نحن ما نعتبر المي كميه المي عم تفوت على جسمنا هي من نفسها من الكافيين او القهوه او الشاي. لما بنقول قهوه بنقول هي من الكافيين، عفوا هي من القهوه التركيه، هي من الاسبريسو، من النسكافيه، من الشاي الاخضر، حتى الشاي الاحمر، كل شيء بيعطيك فيها انتي اوكسيدنت صح، بس هن الكافيين هن بيصحوا كل شيء فيه مواد بتصحي، فهي بتسحب الفوائد من المي، فنحن ما بنعتبرها سوائل. فينا نعوض بسوائل تانية مثل الكركديه، مثل اليانسون، النعنع، الزهورات، المليسة، هدول كلياتهم بينظفوا الجسم بنفس الوقت بيعوضوا لك نسبة سوائل. هلا في خدعة نحن ممكن انه نتبعها، في عالم ما بتحب طعمة المي كمي، يعني ممكن انه نحن نتبع خدع هدول مية الديتوكس. لما نحن بنحط بقلب المي ليمون، خيار، نعنع، فريز، هدول الاشياء عم ننكه المي بطعمات فواكه، فنحن بهالحاله كمية المي بتختلف عند مرضى الكلى لازم تكون اكثر. طبعا هلا شوفي كمان ننتبه لشغله، انه نحن الكليه ما بتفلتر غير تقريبا كاسه لكاستين بالساعه، ففي عالم مثلا بساعه بالساعه اللي بيروحوا بيلعبوا فيها رياضه بيتناولوا مثلا بياخذوا لتر ونص للترين بساعه الرياضه، احنا عم نعطي جرعه كثير عاليه من المي، لود كثير عالي، فالكليه ما عاد بتلحق تفلتر هي السوائل، فنحن لازم ننتبه حتى لكميه المي، يعني لا كثير ولا قليل. نحن بدنا نحسب هلا بما انه عم يتغير الطقس عم يصير مايل للشوب اكثر، فبدك تضربي يعني سبق وحكيتها هي المعلومة قبل، انه بدك تضربي وزن الشخص برقم 35 ليطلع قدي كمية المي اللي بدنا نحن نتناولها خلال فصل الصيف. لما لو ما بنكون بالشتاء نضرب الوزن برقم 30 بيطلع قديش عنا كم لتر لازم نتناول كل يوم. هلا اكيد مريض الكلية ممكن يزيد شوي صغيرة نص لتر زيادة عن الأشخاص العادية. كمان في معلومة لازم أني أقولها، الأشخاص اللي بيعانوا من مرض الكلية ما لازم يبتعدوا، بيقولوا لازم نبتعد بشكل كامل عن البروتينات وعن اللحوم والدواجن وهيك، لا ما بيصير نبتعد بشكل كامل، كمان جسمنا نحن بحاجة في فيتامينات ما أنا موجودة غير باللحم الأحمر مثل بي 12، في أشياء ما أنا موجودة غير مثلا بالدجاج بستة بتسعة، فنحن بدنا ننتبه إنه فينا نتناول البروتينات بس الكمية محدودة. يعني الشخص الطبيعي اللي بيعاني من مشكلة بالكلية لازم وزن الشخص يضربه ب 0.8 لياخذ كمية البروتين اللي مسموح فرضا، إذا كان رياضي ممكن يوصل لل 1.2 1.3 تمام. فرضا أنا شخص ما عندي أي إشكال، فأنا مثلا وزني 60 كيلو بضربه 1 جرام، معناتها أنا لازم من الصبح للمساء أخذ 60 جرام بروتين، مو يعني 60 جرام دجاج، 60 جرام بروتين من كل انواع البروتين من الصبح للمساء. اما الشخص مثل ما قلنا مريض الكلية بنضرب 0.8 بالوزن، فبيطلع معنا النسبة اللي لازم يتناولها. لازم كمان نبتعد عن شغلة كتير مهمة، نحن بنتميز
يعني مطبخنا السوري خصوصا انه لازم على وجبه السحور او هو الفطور الصباحي بالايام العاديه بتنوع السفره، يعني ما بنكتفي انه نحن نتناول نوع واحد حواضر، بالعكس بدنا لبنه وجبنه ومكدوس وكذا. فنحن كمان هي شغله كثير بتضر مريض الكليه، لازم نتناول نوع واحد على الوجبه، ما لازم نكتر من الانواع. اهم شغله انه بدنا نبعد عن الجبنه، الجبنة كتير بتعملنا مشاكل، فيها بروتين عالي. لازم نبعد كمان عن البيض، ما نكتر بيض نسبة كتير عالية، ممكن يوم ايه يوم لا نتناول بيضة على وجبة السحور او الفطور الصباحي الاشخاص اللي ما بيصوموا. صحيح هن جيدين لصحة جسمنا، بس بالمقابل الاشخاص اللي بيعانوا من امراض كلوية ممكن انه تحرك لهم مش الامل او البحصة. كمان كثرة السلطات مؤذية لمرضى الكلية لأنه بيحتوي على شوارد كتير عالية ومعادن كتير عالية، ممكن أنها ترفع البوتاسيوم والفوسفور. بدي أرجع نوه على شغلة أنه الفوسفور بيرتفع إذا تناولنا كميات كتير كبيرة من البقوليات، من المكسرات، سمك، لحمة، دجاج. فهدول بدنا ناكلهم نتناولهم، لازم يكونوا موجودين ضمن نظامنا الغذائي بس كميات محدودة. كمان البوتاسيوم برجع بعيد، كل شيء لونه أصفر ما إلا الأورانج كمان بيحتوي على بوتاسيوم كتير عالي، ما قلنا الموز، البطاطا، البندورة، الأفوكا، المشمش والجزر. هدول بدنا نخفف عنهم. عندنا فواكه انواع تانية فينا نتناولها مثل التفاح ونجاص وهيك، بس هدول فيهم بوتاسيوم كتير عالي، وقلنا مثل الصوديوم هدول الاشياء اللي فيها صوديوم كتير بدنا نخففها. كمان معلومه دكتوره تفضل. بدي اسالك، يعني كتير اشخاص بيتناولوا المته باعتبار انه المته هي مفيده وهي مدر، فيها ادرار بولي بتفيد المرضى اللي عندهم رمل، فهي ممكن تساعدهم بانه يخسروا او يطرح الرمل من خلال شرب المي كتير. برمضان كمان في ناس بعد الإفطار بشوي بتبلش من المتة لوقت السحور، هون بيصير في عنا مشكلتين: إدرار البول اللي هي بتعمله، فجسمه بيفقد المي اللي المفروض يخزنها، ومن نفس الوقت الرمل اللي هو عنده إياه. فهل مسموح أو أنت ما بتفضلي؟ هلا شوفي، المتة هي خلال حتى تشربي مي أكتر، هي مثل ما قلنا نحن بدنا نعمل خدع لحتى نتقبل شرب المي بطرق معينة وبوصفات معينة. بس هي المادة تعتبر من الكافيين، يعني هي بتحتوي على مادة الكافيين، فحتى هي بتقلقك زيادة وبتضر البول. كل شيء بضر البول بشهر رمضان أكيد نحن حنحاول نخفف منه أو نبتعد عنه بشكل كامل. هلأ في كتير ناس مدمنة كافيين ما بيقدروا، فنحن بنعمل له انسحاب تدريجي، يعني بنصير مثلا بناخذ كميات كتير قليلة، بنشرب بدل ما نشرب بريقين متى يصير بريق واحد. في ناس بتخلطها مثلا مع زهورات، بتحط شيء معين هيك. هلأ هيك بتكوني انت عم تعطي المي قيمه غذائيه افضل، بس المشكله هي بالمته، لانه المته اغلبها ما بتكون نظيفه، في عالم ما بيشربوها، لازم يغسلوها وينقعوها مزبوط، يعني يغسلوها من الاشياء اللي موجوده فيه. حتى اذا بتلاحظي لما انت بتصفيها بيطلع منها لون غامق، فتخيلي هدول كلياتهم عم يرسبوا عندك بالحوالب، ممكن يعمل لك مشاكل رمل. فنحن لازم نغسلها كثير منيح، يعني مرتين ثلاثه، لحتى نضمن انه نص المشاكل نتفاداها عن طريق المته. اكيد كافيين مدر للبول مثل ما قلنا بدنا نحاول نخفف منه بشهر رمضان، بس هي كمته تعتبر من مثل الشاي والقهوه كمدر للبول وكقلق، بنفس الوقت بتشكل حصيات ومشاكل رمليه. هلا بدي احكي عن الاشخاص اللي بيشربوا مشروبات غازيه. المشروبات الغازيه بتحتوي على ماده السلفر يلي هي كثير مضره للصحه الكلويه، فلهيك نحن حتى لو بيقولوا لك نحن شربنا مثلا مشروبات غازيه دايت، طب هي بتكون زيرو شوجر صح؟ يعني ما فيها سكر ابدا، وهي دعايه تسويقيه للمنتجات لهيك منتجات، انه دائما بتقول لك انه زيرو شوجر ما فيها سكريات ابدا، فنحن بنقول اكيد صحيه ففينا ناخذها بكميه كثير كبيره. لا، نحن بدنا ننتبه على شغله ثانيه مكتوبه، صح زيرو شوجر ما فيها سكر، بس هاي صوديوم،
هاي صوديوم يعني فيها بتحتوي على كمية كتير كبيرة من الصوديوم. الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل كلوية تنهيهم وبتأذيهم، عرفتي؟ فمادة السلفر الموجودة بالمشروبات الغازية مؤذية جدا للصحة الكلوية، لهيك لازم نبعد عنها قدر الإمكان. كل شيء نحن بنضيفه نحاول نبعد عنه، إن كان سكر أو ملح. دائما بقول المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. تمام؟ يعني نحن بالحمية بنقدر نتغلب على 99% من الأمراض والمشاكل ممكن تطرأ على جسمنا. والمعدة لما بتكون عم نفوت لها أكل صح وأكل صحي ونظامنا الغذائي متوازن بيحتوي على كافة المغذيات والقيم الغذائية، يكون أكيد ما يتأثر جسمنا، لأن المناعة بتبدأ بجسمنا من المعدة، من صحة المعدة. كل ما كان الجهاز الهضمي قوي كل ما كانت مناعتنا قوية. يعني حتى لاحظوا هلأ لما بصير عنا وجع بالمعدة بتكركب كل يومنا. يعني مثلاً يعني مثلا انا بدي اعترف اعتراف، امبارح خبص شوي هيك على السحور، فانا اليوم مثلا حتى كطاقه ما عندي طاقه. بتحسي انه لا عندك طاقه، ما عندك نشاط، بتحسي في تعب، في صداع، في عطش شديد. لاشخاص يعني اللي بتقلوا على وجبه السحور هي من الاثار الجانبيه اللي ممكن تحصل ثاني نهار. والله بس هالنهار سمح المره ما رح نعلق، نحن ما حكينا لا بعترف قدام الجماهير انه بيمرق ايام. صحيح. اكيد نحن النهاية نحن بشر يعني، ونحن يعني وبرمضان ما بتزبط وبتصحي حالك 100% وبنتأثر بالمحيط وبنتأثر. يعني نحن نحن ناس إذا زعلنا بناكل، وإذا فرحنا بناكل، يعني بنفش خلقنا بالأكل. فبس نحن نكون حكيمين أنفسنا. يعني مرة مثلا بالشهر بتقطع، مرة بالأسبوعين بتقطع، بس لما نحن هذا الشيء يومي أكيد بيأذي على كل الأصعدة، مو بس للأشخاص اللي بعانوا مرات كلية. يعني أنا مثلا بحكي عن حالي، أنا من الأشخاص اللي عندي مشاكل رمل، بس عم حاول قدر الإمكان مثلا خلال النهار تناول أشياء، حتى أوقات تتناولي فواكه فيها نسبة كتير عالية من السوائل. يعني فيكي حتى تعوضي المي بالفواكه، إن كان بطيخ بعد فترة ممكن موسم البطيخ، حتى الجريفون والبردقان فيها نسبة عالية من البطيخ، الخيار فيها نسبة عالية من البطيخ سوري انا باثر علي السوائل. يعني خيار قلنا بطيخ، بردقان، جريفون، حتى الفلفله فيها نسبه عاليه من السوائل. فنحن فينا نعوض السوائل بفواكه كمان، مو بس نشرب مي. لهون بيكون خلص وقتنا معك دكتورة نور. نتشكرك أكيد على وجودك معنا، ودائما في نصائح قيمة غذائية بنحب نطلع عليها معك أسبوعيا. شكرا لك. مرسي لك نور، مرسي سلمى، إن شاء الله هيك نكون قدمنا بعض النصائح المفيدة للمشاهدين إن شاء الله. وأكيد نتمنى لك كل الصحة، وأكيد نشكرك دائما على كل هاي النصائح المفيدة.